في الفيديو ده حامل 100 خرافة في 24 ساعة. اول خرافة لازم تطلعوها غلط بتقول انكم مش هتكملوا الفيديو ده للاخر. فينك يا جون وصلت؟ انا لسه صاحي يا مان اهو البس وانزل بس عندي خطة مبهدلات. انا مش عارف ايه اللي مستنيه. الخرافتين اللي جايين، هل المية هتخليك تفوق؟ وهل الخضة لما شوت جو بالمية هتوقف الزغطة بتاعته؟ ده اللي هنشوفه لما يجي. جو وصل عادي هنصحيه ونشيل له الزغطة. يا جو الزغطة راحت. لا فوقت بس صح؟ يعني خرافة انك تفوق بالمية صح؟ يلا عشان نروح ونعمل خرافات اكتر واكتر. احنا دلوقتي في الجيم، واول خرافة هنعملها في الجيم ان جو، انت لابس ايه يا جو في رجلك يا جو؟ المهم جو دلوقتي هيحاول يشيل اتقل وزن عنده من الاوزان دي بالتيب. هل ده هيستحمل الوزن ولا لا؟ يلا جو. ايه اللي هيحصل لو زودنا وزن كمان؟ كده زودنا 20 كيلو كمان، يعني 40 كيلو توتل. دي اكتر حاجه جو ممكن يشيلها بايد واحده. فهل البلاستر ممكن يستحمل اكتر وزن جو ممكن يشيله ولا لا؟ قال لك 40 كيلو. فعلا بلاستر مستحمل اكتر وزن جو ممكن يشيله، يعني الخرافه دي حقيقيه. تاني خرافه في الجيم، هل فعلا العضلات بتدين قوتك؟ معانا كوتش باسل ومعانا جو العالمي صاحبي، هما الاثنين هيشيلوا نفس الوزن وهنفضل نعلي 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 لحد ما حد ما يعرفش يشيل الوزن. دلوقتي 60 كيلو 60 كيلو، 1 2 3 اوكي سهل خالص بالنسبه لهم. هنزود وزن كمان. دلوقتي تاني شيله 100 كيلو و100 كيلو. يا ابيض 130 كيلو. انا مش عارف كل واحد هيعمل ايه، بس كوتشي سخن. هل ده هيفرق ولا لا؟ يلا بينا. 1 2 3 ايه؟ اول لما لا 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 عالمي عالمي عالمي. جو اول لما زعق شال البتاع. دي خرافه تانية، اللي انت لما بتزعق بتشيل حاجه اكتر من حملك، فدي خرافه تانية وفعلا حقيقيه. لحد دلوقتي وصلوا 130. مين اللي هيخسر الاول؟ هنزود كمان وهنشوف الخرافه فعلا اللي عنده عضلات اقوى ولا دي غلط. يلا بينا. دلوقتي 150 كيلو، كل واحد هيشيل 150 كيلو يا جماعه، مش مصدق. 3 جو شالها شوية، الكوتش ما شالهاش خالص، فأظن إن الخرافة دي غلط، العضلات مش معناها إنك قوي. يلا على الخرافة اللي بعدها عشان مفيش وقت خالص. كل ما نتقدم في الفيديو كل ما الخرافات تبقى أقوى وأقوى. الخرافة دي هنشوف لو القهوة والمشروبات الطاقة فعلاً بتدي طاقة ولا لأ، ف هنشوف في آخر اليوم لو الخرافة دي حقيقية ولا لأ. جماعة دلوقتي لسه مخلصين الجيم و انا واحمد هنوزن، عشان في خرافه بتقول اللي انت لو ما اكلتش اليوم كله هتخس، ولو اكلت اليوم كله هتتخن. مش هاكل اليوم كله، فهشوف دلوقتي وزني كام. انا كام؟ 81. ماشي احمد اوزن. احمد هيوزن دلوقتي 101.6 600 جرام. ماشي هنشوف اخر اليوم لو الخرافه دي فعلا صح ولا لا. احمد هيفضل ياكل و انا مش هاكل اليوم كله، واشوف وزني في الاخر بالليل قد ايه. يا جماعه يلا بسرعه عشان احنا ما عندناش وقت، هم 24 ساعه لازم نعمل 100 خرافه. وفي خرافه كمان بتقول ان انت الصبح بتبقى طويل وبالليل بتبقى قصير، فاحنا دلوقتي هنوزن طول جو ونشوف لو ده صح ولا لا. فجو طوله كده 1.55 متر، يعني 1.55 متر سنتي. هنشوف بالليل لو الخرافه دي صح ولا لا وهو هيقصر عن كده. الخرافه الجايه اكتر خرافه انا متحمس ليها، وهي ان النوكيا عمره ما بيتكسر. فانا وجو جبنا تليفون نوكيا وهنشوف لو ده فعلا حقيقي ولا لا. جو جديد لسه جديد لانج. يلا جو هيبدا اول حدفه. يلا جو تعال نشوف لسه شغال ولا لا. كده قال لك يا سيدي. هنرميه تاني يا رجل. ماشي هنرميه من حته اعلى. 1 2 3 جو. هو اكيد مش شغال. انت معاك ايفون؟ ما نجرب في الايفون. تعال نشوف شغال ولا لا. قال لك لسه شغال. خلاص انا عرفت هنعمل ايه، مفيش حل غير ده. لا. ف 1 2 3 اكيد اتكسر. الهبل ده
ده لسه مفتوح زي ما هو واتكسر من هنا كسر من هنا والكفر وقع يبقى شغال يا ابني ما تقفلش اصلا ايه ده ممكن اختار اللغه الانجليزيه اهو نط عليه يا جو نط عليه اكيد اكيد اتكسر لا ما تهزرش فتح ايه الهبل فتح ام الموسيقى دي بقى لو فتح اقسم بالله بص البطاريه بقت عامله ازاي اتبهدل بس احنا هنجرب تاني لو شغال ولا لا مستحيل ام الصوت ده كفايه مستحيل كفايه انت اصلا كسرت الحته اللي البطاريه بتتحط فيها انت دلوقتي تشوف ايه اللي جوه الموبايل النوكيا ايه ده هي دي الشاشة؟ يا جو انجز يا جو عايز اشوف ايه جوه موبايل الايفون يلا كده خلاص الخرافة ان النوكيا فعلا ما بيتكسرش احنا جربنا 6 مرات بعد الستة فعلا انكسر دي معجزة يعني يلا للخرافة اللي بعد كده قبل ما نروح للوكيشن التاني جو في خرافة بتقول ان انت لو فضلت تشرب مية كتير قوي اليوم كله هتموت فانت خد افضل اشرب دي ولسه معانا 5 ازايز كمان فافضل اشرب وافضل هفضل اكد عليك بتشرب ولا ماشي جو هيفضل يشرب لحد اخر اليوم عشان نعرف الخرافه دي حقيقيه ولا دلوقتي هنروح لتاني لوكيشن قلت ايه عايزك ترجعي ورا تركني ورا هنا كده بالظبط عشان نركب ورا ايه البنات ما بتعرفش تسوق فعلا الخرافه دي حقيقيه الخرافة اللي جاية خرافة من فيلم بتقول ان الدخان بيخليك تعرف تهرب فاحنا هنجرب دلوقتي مش انه شاف خرافه كمان بتقول ان الدخان بيقف لما يتحط في الميه تعالوا نجرب الخرافه دي غلط ان الدخان ما بيقفش لما بيتحط في الميه والخرافه ان الدخان بيخليك تستخبى دي صح في خرافه بتقول ان انت لما تشرب ميه وانت مقلوب الميه ما بتوصلش دي غلط الميه بتوصل بس برضو في ميه طلعت من مناخيري تعرف يا جو بيقولوا ان الولاعه الكبيره بتاعت المطبخ بيبقى جواها ولاعه صغيره تعال نفتح ونشوف يلا نشوف يلا لا لازم نكسر يا مصطفى انا خايف تفرقع جو انت لسه شايل 150 كيلو يا جو اوه ايه ده هي ولاعه هي كوكا ايه استنى استنى لو انا دوست هنا هتولع ايه ده لا يبقى الخرافه دي غلط مفيش ولاعه صغيره في الولاعه الكبيره في خرافه بتقول ان الذكاء الاصطناعي هيقضي على الانسان في المستقبل فاحنا هنختبر الخرافه دي بان يسال جو اسئله والذكاء الاصطناعي اسئله ونشوف مين هيجاوبها صح جو مين اول واحد وقف على القمر جمال عبد الناصر غلط نايل ارمسترونج الذكاء الاصطناعي يكسب جو 20 في 50 يساوي كام 135 غلط في خرافه تانية بتقول ان اللي بيلبس نظاره نظر بيبقى ذكي فهنجربها دلوقتي امسك يا جو هات النظاره بتاعتك جو 50 في 20 يبقى كام 75 برضو غلط في خرافه بتقول لو حطيت المنتوس في السودا ورميتها هتعمل صاروخ فده اللي احنا هنجربه دلوقتي لا دي عملت قنبلة الخرافة دي غلط ما عملتش صاروخ بس عملت قنبلة خفت اصلا تطير وتيجي على وشي جوا او تيجي على وشي بس الحمد لله اللي هي ما عملتش صاروخ رايحين دلوقتي لتاني لوكيشن بعد الجنينة جو هو جدعان لسه بيشرب ميه جو احمد لسه مخلص بيتزا مواكلها فبياكل وانا ما اكلتش حاجه لحد دلوقتي انا تعبان قوي اصلا المهم انا عطشان قوي بس مش عايز اخد من ميه جو ف مش عارف بس ده ايه ده ميه ازاي الصباره فيها ميه متعرفش ودي الخرافه اللي بعد كده ان الصباره فيها ميه فاحنا هنشوف لو فعلا ده حقيقي ولا لا قال لك استنى فيها ميه شويه
علشان الريحه في ميه بس ما اظنش ان انت ممكن تنجو في الصحراء من صباره يعني عشان الميه قليله قوي. الخرافه دي غلط، مفيش ميه في الصباره. هنا عشان نعمل بقيه الخرافات عشان مفيش وقت يا جو. ايوه كده جو لسه بيشرب. بقول لك يا جو، في خرافه بتقول ان الحاجه الغاليه احسن، فانا جبت ميه غاليه وميه رخيصه، وجو ما دام هو بيشرب ميه اوريدي هيدوق الاثنين ويقول لو في فرق فعلا والاغلى احسن ولا. دوق كده يا جو، دي رخيصه دوقها. ماشي مية عادي مية. هل دي بقى احسن ولا عشان دي الاغلى؟ مية. يعني مفيش فرق صح؟ الخرافة دي غلط. الخرافة دي بتقول ان الهواء الهيليوم بيخلي صوتك احلى وانت بتغني. جو هيشفط الهواء وهيغني بأعلى صوت عنده. يا ليل بس كيسي ارجوك صوتي مش راضي يرجع. انا حبيبك يا ليل وكل احبابك دول بعوك يا ليل. يلا الخرافة اللي بعد كده. احنا دلوقتي في حديقة الحيوانات مش كلها قطط وكلاب، وهنعمل خرافات هنا. اول خرافة هنعملها ان النعام لما بيخاف بيحط راسه تحت الارض، فهنجربه دلوقتي. اكيد النعامة مش هتخاف مني انا، هتخاف من جو. فجو خوفها. ايه ده انت رايحة فين؟ ما عملتش اي حاجة. كانت هتعدوا. يلا شوف في خرافات جاية جامدة قوي يا جماعة. في خرافة بتقول ان الناس الضخمة مش بتخاف، فجو واقف هناك اهو ماشي، وانا والراجل ده جايبين تعبان هنوديه عند جو ونشوف هل هيخاف ولا. جو بقول لك ايه، بص كده يعني ايه ده ايه ده يا سيدي بطل هبل. حط بص خمس ثواني ما تهزرش يا عم. حط عليه خمس ثواني ايه يعني ما تهزرش يا جو يا جدعان. ازاي انا لف انا ضغط ايه يا عم ما تهزرش اجري عليه. لا يا عم لا 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 خمس ثواني. في خرافه تانية بتقول ان كل التعابين سامه، هل كل التعابين سامه؟ لا طبعا ده سم. لا هو في حاجه بتطلع من بقه وحاسه ما اعرفش. الحشرات عامه او البايسون عامه من النوع اللي بيلف على الفريسه، عشان هو بنسبه 70% جسم عضل، فهو بيحب يلف حوالين فريسته ويبلعها كامله، فده مش سام. يبقى الخرافه دي غلط، وخرافه ان الناس الضخمه مش بتخاف دي غلط برضو. بيخافوا اهو. في خرافه بتقول ان الارنب اسرع من السلحفه. انا حاطط فلوسي كلها على الارنب. حاطط انا حاطط على السلحفه الصراحه. فهم الارنب والسلحفه. واحد اثنين ثلاثة. انا فلوسي كلها على الارنب. انا عايز الصراحه السلحفه تكسب عشان لا لان بيكسب. ايه ده ده رايح بعد كده الكاميرا فصلت، بس والله مش عشان بشجع السلحفه. السلحفه هي اللي وصلت للاكل الاول. ايوه مش اول انا بروح حته ثانيه خالص. لا لسه ما اكلش. هو الخطوه دي ممكن ياخدها في ساعه. قال لك انا اللي كسبت. هو ماشي عكسي اصلا فاهم. لا تعالى بقول لك ايه، فلوس. في خرافه بتقول ان القرود زي الانسان بالظبط. يا جدعان بصوا بتاكل ازاي. بص تاكل سرقت مني الجزره. تاكل زي وعمال تجمع الجزره. حراميه بيقولوا هي حراميه كده كده بتجمع في ايديها ورجليها. بص بص لو انا حطيت في جيبي بصوا هتفهم. بص 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 هتفتح جيبي حراميه. لا فعلا الخرافه دي صح، ان القرود زي الانسان بالظبط. ماشيين دلوقتي من حديقه الحيوانات عشان هنروح لللوكيشن اللي بعده. ايوه كده جو بيشرب ميه واحمد بياكل، وانا ولا بشرب ولا باكل، فمش قادر خالص. حاسس اصلا شفايفي نشفت او ما اعرفش انت شايفينه ولا لا، بس يلا بينا عشان مفيش وقت. يا جدعان مفيش وقت. الخرافه دي بتقول ان شباك العربيه بيقطع الصوابع، بس قبل ما اجرب صباعي هجرب حاجات تانية الاول. اول حاجه الخياره اقل حاجه ما اتقطعتش، فده معناه ان الخرافه دي غلط. في خرافه بتقول لو انت مربوط باللزق مش هتعرف تهرب. يا
ايوه عرفت. عرفت اهرب. الخرافة دي غلط، انت ممكن تعرف تهرب من اللزق. كل ده وراه بالتعبان، كل ده عشان بيتورط بالتعبان طبعا. هل الكتاب ممكن يحمي الانسان من سكينة؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي مع بعض. واحد اثنين ثلاثة. ده شكل الكتاب بعد لما ضربته 100 مرة. لو في حاجة الناحية التانية يبقى الخرافة دي غلط. مفيش حاجة الناحية التانية، يعني الخرافة دي صح فعلا. الكتاب ممكن يحمي الإنسان من السكينة. في خرافة تانية بتقول إن كرة البينج بونج ممكن تطير بالسبراي، فده اللي هنجربه دلوقتي. إيه ده؟ دي طرت لنص ثانية. لازم أعملها، شكلها روش أوي. بصوا انا مصدقتش ان الخرافه دي ممكن تكون صح. الريحه مش قادر. فعلا الخرافه دي صح. جماعه عندي قطتي اسمها توتي، عندها 7 شهور، اول فيديو ليها. المهم هنعمل خرافات معاها. اول خرافه بتقول ان القطط دايما بتنزل على رجليها، فهي توتي مقلوبه. 1 2 3. شاطره يا توتي. في خرافه ثانيه بتقول ان القطط عمرها ما هتسيبك تلعب في بطنها. ايوه سايباني. في خرافه تانية بتقول ان القطط بتخاف من الخيار، فده اللي احنا هنعمله دلوقتي. هنحط خياره جنب توتي. توتي بصوا ما عملتش اي حاجه اول لما حطيت الخياره جنبها، فده معناه ان الخرافه دي غلط. القطط مش بتخاف من الخيار. في اخر خرافه اظن دي اوحش خرافه ممكن اعملها مع توتي عشان هي بتكرهها. في خرافه بتقول ان القطط بتخاف من الميه. فعلا القطط بتخاف من الميه. بعد كده رحنا مطعم عشان ناكل وكله كان تعبان، فده معناه ان خرافه مشروبات الطاقه غلط. في خرافه بتقول ان انت لو حطيت طاقيه الطباخ الاكل بيبقى احلى، فشو دلوقتي هيدوق من غير طاقيه الطباخ ويقول لنا رايه. حلوه صح. دلوقتي جو بيلبس الطاقيه، بعد الطاقيه طعم الاكل. ماشي الخرافه صح. يعني الخرافه دي طلعت صح، لما تحط طاقيه الطباخ الاكل بيبقى احلى. خلاص في اخر اليوم احمد لسه بياكل اهو، هياكل اليوم كله وانا ما اكلتش حاجه ولا شربت اليوم كله. وجو خلص عشر ازازه ميه ورميناها. هنقيس دلوقتي طول جو ووزن احمد ووزني ونشوف لو فعلا الخرافات اللي احنا قلناها في اول اليوم صح ولا لا. اختبرنا خرافة انك بتكون اطول في اول اليوم عن اخره اللي عملناها في اول اليوم، وحصل العكس. جو طول ما قصرش. الخرافة دي غلط. في خرافة تانية بتقول ان اللي بياكلش طول اليوم بيخس، وان اللي بياكل طول اليوم بيتخن. فاحمد اكل اليوم كله وانا ما اكلتش اليوم كله. انا كنت 81 كيلو، هشوف دلوقتي بقيت كام كيلو. ايه بقيت 80 كيلو فعلا خسيت. وهنشوف دلوقتي احمد بقى كام كيلو. ايوه عشان نوزن بالظبط. زائد 2 كيلو. يعني فعلا الخرافتين دول صح. ده اخر فيديو، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. وهخلع انا. بكلم جو دلوقتي اطمن عليه. يا رب يرد. جو انت لسه عايش؟ انا زي الفل يا باشا الحمد لله. ده معناه ان خرافه انك تفضل تشرب ميه اليوم كله مش معناه انك هتموت.